المشروع هذا اللي راح يربط تيزي وزو بالطريق السيار الشرق غرب على طول 48 كيلومتر، دونك يمر على تيزي وزو ب 36 كيلومتر و 12 كيلومتر بولايه البويره. المشروع يعرف تقدم في الاشغال قرابه 55% موزع على عبر الحصص. عندنا 54% في حصه الطرق، 53% بالنسبه للمنشات الفنيه، و63% بالنسبة لحصة الأنفاق.